بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه وانتم طيبين. انا يحيى مصطفى غانم استاذ الامراض البطنة والسكر كليه طب جامعه اسكندريه. عايزين نتكلم شويه على العلاج او علاج السكر اثناء رمضان. احنا يعني برضه متفقين انه قبل رمضان بشهر اي شخص مصاحب للسكر يروح للطبيب بتاعه عشان يعدل البرنامج العلاجي والغذائي بتاعه. وكمان عشان خاطر المراقبه الذاتيه. عندنا دواء زي الجلوكوفاج او الميتفورمين ده امان ان انا استعمله في الصيام ما بيعملش هبوط وما بيستعملش هزات وممكن استعمله لوحده مع ادويه تانية وبينزل الوزن ويمكن يسد النفس شويه ده امن مش محتاج اغير في الجرعه بتاعته. أدوية زي المجموعة الأشهر اللي مصر كلها بتستعملها اللي هي بيسموها محفزات الانسولين او السالفوناليورية المجموعه دي فيها مجموعه مهمه زي الدوانيل وبنطلب من اصدقائنا اللي عندهم سكر ان هم يروحوا للطبيب بتاعهم علشان يمكن لو بياخد قرصين في اليوم يخلي قرصه في الفطار ونصه في السحور لكن بينبهوا على اعراض هبوط السكر زي الدوخه والزغلله والرعشه والضربات. لكن في المجموعه دي في دوايين تانيين اكثر امانا من الدوانيل. لكن برضه لازم اروح للطبيب بتاعي عشان يعدل الجرعات بتاعتهم زي الجليكلازايد والجليبيزايد اللي هم الدايماكرون والأمريل جرت العاده انه الدايماكرون ما بنغيرش الجرعه بتاعته لان بيتاخد مره واحده باخدها مع اذان المغرب. الجليميبرايد لو او اللي هو الاماريل لو باخد جرعتين باخد واحده في الفطار ونص في السحور. واقدر احطهم مع الجلوكوفاج في امان لكن اي حد بياخد من المجموعه دي بطلب منه من فضلك راجع الطبيب بتاعك علشان خاطر يقول لك على المواعيد ويقول لك انهي واحد فيهم بيعمل هبوط اكتر من الاخر. في مجموعه زي السلفونالوريا او المجموعه دي بيسموها جلينايدز. زي الريبا جلينايدز زي النوفو نورب دي ادويه اكثر امانا لان هي قصيره المفعول بتشتغل على الفطار والسحور ودي استعمالها سهل لكن دي لبعض العيانين وده اختيار ما بين الطبيب والشخص المصاب بالسكر على فكرة كل الأدوية أو كل الأكل اللي بنقوله ده ده بيبقى نتيجة اتفاق أو عقد ما بين الشخص المصاحب للسكر والطبيب بتاعه في أدوية تانية زي بيسموها تي زي ديز أو الحاجات اللي بتحسن حساسية الإنسولين الأدوية دي جيدة ما بتعملش هبوط لكن ساعات بتعمل زيادة في الوزن لأنها بتحوش مية في الجسم في مجموعتين جداد مهمين وكويسين، مجموعة اللي هي بتشتغل على إنه السكر ينزل في البول، دي مجموعة جيدة ما بتعملش هبوط لكن لازم الواحد يشرب كويس ويخلي باله، لازم الواحد يعمل تحليل بول كل فترة لأن جزء منهم ساعات لا قدر الله بيعمل أسيتون في البول. المجموعة دي جيدة لكن المحاذير بتاعتها هامة جدا. في مجموعة تانية منها أقراص ومنها حقن. المجموعه دي بتشتغل على البنكرياس زي الجنوبيه زي الجالفاس الحاجات دي بتشتغل على البنكرياس وما بتعملش هبوط كتير بتروح على البنكرياس تخبط عليه تطلع انسولين ولما السكر يبقى هبطان تطلع جلوكاجون ودي امنه نوعا ما وفي الابحاث اللي اتعملت طلعت جيده لكن منها حقن بتتخذ تحت الجلد ودي لها فايده انها بتقلل الوزن وبتقلل السكر و وبتسد و... النفس ودي نسبيا ملائمه لرمضان بس من عيوبها ان هي مرتفعه السعر نيجي بقى للموضوع المهم اللي هو الانسولين من فضل ربنا علينا في اخر عشر سنين بقت في إنس... يعني انسولينات حديثه انسولين قاعدي بيشتغل 24 ساعه من غير ما يعمل هبوط وده جيد احنا بنحبه وبنستعمله في رمضان بامان يمكن نقلل الجرعه بتاعته وعلى حسب الصايم او على حسب السكر وفي منه انسولينات قصيره المفعول بتتاخد مع الفطار ومع السحور لكن اكثر شيوعا الانسولين اللي هو الانسولين المتخلط اللي زي الميكستارد اللي معظمنا بيستعمله الدواء ده مهم لانه موجود وفي منه الام وسهل ان انا اقيس الصبح السكر يبقى كام وبعد الفطار بساعتين كام لكن جرت العادة ان جرعة الفطار بنديها في الفطور وجرعة العشاء بنقللها ما بين 10 و 15% في السحور بقلل الجرعة دي في السحور لكن برضو بالنسبة للمجموعة اللي هي متخلطة دي احيانا بنغير التركيز لو باكل وجبة كبيرة في الفطار او في السحور بستعمل تركيز مختلف يعني المكسيتارد ده, ده 30 مائي و 70 متوسط المفعول لكن لو الشخص المصاحب للسكر بياكل وجبه كبيره في الفطار وفي السحور بديله انسولين 50 50، يعني ايه 50 50؟ يعني 50% منه قصير المفعول يشتغل على الوجبه و و و, و... 50% شغال لغايه الوجبه الاخرى وده اكثر امانا. اي حد بياخد انسولين من فضلك المراقبه الذاتيه هامه ان انا احلل في وسط النهار وقبل الفطار وبعد الفطار بساعتين من فضلك لو السكر نزل عن 70 او زاد عن 300 من فضلك اكسر صيامك اللي موجود بالنسبه لك. لكن جرت العاده انه لما بعمل العقد مع الدكتور بتاعي ان هو بيخليني اقيس السكر يعني حتى لو خلاني اعمل صيام يوم او اتنين قبل رمضان تطوعي وراقبه بالجهاز بتاعي عشان اعرف الوقت اللي بيزيد فيه او بيقل فيه السكر. اشكركم.